هل يجوز ترك المبيت بمنى للضعفاء والمرضى؟ لا، ده فيه نص نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرعاة وللسقاة ولأصحاب الأعذار عدم المبيت بمنى. نعم. ونفهم من ذلك؟ نعم. ما الذي نفهمه من ذلك؟ القضية مبنية على القدرة على الأداء. دائما في التكاليف احنا عندنا بعدين، بعد معرفي كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد آخر هو بعد التطبيق. التطبيق دائما يكون بحسب القدرة والاستطاعة، بما لا يضر، بما لا يضر. أنا سأذكر لحضرتك من باب البيان في قضية القيام للصلاة. القيام ركن من أركان الصلاة، لكن العاجز يجلس. نعم. والعلماء قالوا إن كان عاجزا عن القيام فتحامل على نفسه وقام صحت صلاته مع الإثم. مع الإثم؟ نعم. مع الإثم في حق نفسه. لأن الله تعالى راعى ظروفه، وهو الذي تحامل على نفسه، بدلا من أن بدنه يقوى على صلاة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، بعد هذا التحامل سيقعد ولن يأتي المسجد. إذن قالوا عليه أن يأخذ بالرخصة لأنها راعت ظروفه، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. نعم. كما يحب أن تؤتى. نعم. عزائمه. الأمر الثاني إن المسألة على القدرة في الأداء والاختيار. نعم سيدنا. إذا كان غير مختار وغير قادر كأصحاب الأعذار، وفي واحد راح يحج لكن حبسه المرض، أحصر، أخذ الثواب لكنه أحصر وعليه حج آخر. نعم. المرأة اللي كان القضاعية قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة ثقيلة أي موجوعة. نعم. قال لها أحرمي واشترطي، يعني تشترط أن تقول محلي حيث حصرتني. نعم. فإذا ما أتعبها المرض أحصرت. إذن القضية الأداء أجاز النبي لأصحاب الأعضاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرعاة اللي وراءهم. نعم. والسقاة. وأمر ابن عباس أن يمكث في مكة في أيام منها لأنه كان من بين صلى الله عليه وآله بارك الله فيكم سيدنا. ولذلك لا افعل ولا نعم. حرج. نعم. إنما القضية في تعمد الترك. القضية هنا تبنى على. نعم. القصد هنا يأثم. نعم. نعم. وعليه يعني فدية ما جاء. نعم في الحج. نعم سيدنا بارك الله فيكم.